ترأس رياض مزور وزير الصناعة والتجارة مراسيم تدشين المركب الصناعي الجديد لمجموعة موتانديس ببرشيد، وقد تطلب إنشاء هذا المركب الصناعي استثماراً بقيمة 285 مليون درهم، ويوفر فرصاً مهنية للساكنة المحلية من خلال إحداث 250 منصب شغل مباشر. ويفتح هذا المشروع أفاقاً واعدة أمام توسعة مجموعة موتانديس في الأسواق المحلية والدولية، ويسهم بالتالي في تنمية الصناعة المغربية. مركب ديال آخر تكنولوجيات اللي جاي في إطار توجه الملكي السامي من أجل تقوية السيادة الصناعية ديال بلادنا، وبالإضافة السيادة الغذائية والسيادة الصناعية. واليوم هذا افتخار كبير، حيث مركب ديال مجموعة اللي كتنافس شركات عالمية وعندها قدرة ديال الإبداع وقدرة ديال التسويق في مستوى عالي وعالي جدا. ويتألف هذا المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 40,000 متر مربع من 3 مصانع رئيسية يتخصص كل منها في مجال معين: مصنع للمنتجات السائلة للتنظيف، وسيخصص لإنتاج تشكيلة متنوعة من منتجات التنظيف السائلة، وذلك بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100,000 طن. مصنع للمستحضرات التجميل، وسيخصص لتصنيع منتجات التجميل ذات الجودة العالية، وسيلبي هذا المصنع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية السنوية 4,000 طن الطلب المتزايد على منتجات العناية الشخصية في السوق. مصنع للمشروبات، وسيخصص لتصنيع المشروبات المختلفة التي تتضمن عصائر معبأة في تيترا باك، وعصائر معبأة في مادة بولي إتلين تيرستالات، وعصائر غازية. وستلعب هذه الوحدة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية 120,000 طن دوراً أساسياً في توفير المشروبات المنعشة والمغذية للمستهلكين.